يروح لنادي الزمالك وفريرا. فريرا الفترة دي ويعني بيفكر في تدعيمات كتيرة جدا، تحديدا في مركز الدفاع لتعويض غياب محمود حمدي الونش، لكن هو حاليا بيفكر في هل ممكن يكون محتاج ظهير ايمن جديد في صفوف نادي الزمالك. كان في انباء عن محاولته لضم اللاعب احمد فتحي، ولكن يعني تابعنا مع حضراتكم استغناء فريرا عن لاعب حازم امام لاعب نادي الزمالك الاسبق، وكان سبب استغنائه الحقيقي عنه كظهير ايمن بسبب عامل السن. يعني فريرا بيهتم جدا بسن اللاعب اللي موجود فيه، خصوصا تحديدا يعني في مركز الظهير الايمن، فمفيش انباء واقعيه او حقيقيه عن انضمام احمد فتحي بسبب عامل السن اللي فريرا بيحدد على اساسه اختياره للعيبه. نادي الزمالك برضه بيستعد لمواجهات دور الثمانيه كاس مصر، ولكن في مواجهته مع النادي المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر.